السلام عليكم، أنا إبراهيم سعدي. سنتحدث اليوم عن عدد الدول الإسلامية ونسبة المسلمين فيها وأعدادهم في هذه الدول. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد بها قناتي، يلزمك أن تشترك بالقناة وأن تفعل الجرس حتى يصلك كل جديد بإذن الله. لا تنسوا أن تدعموني بلايك وشير. عدد الدول الإسلامية هو 57 دولة، وهذه الدول هي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهنالك كثير من الدول التي غالبية سكانها من المسلمين وهي دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. متى نقول بأن هذه الدولة مسلمة؟ عندما يكون أكثر من نصف سكانها من المسلمين. سنرتب هذه الدول من حيث نسبة المسلمين فيها بالنسبة لعدد سكانها. غينيا بيساو قارة أفريقيا، نسبة المسلمين فيها 50%، عدد المسلمين فيها 950,000 مسلم. إريتريا قارة أفريقيا، نسبة المسلمين 50%، عدد المسلمين 2,700,000. توغو قارة أفريقيا، نسبة المسلمين 50%، عدد المسلمين 3,750,000 مسلم. إثيوبيا قارة أفريقيا، نسبة المسلمين 50%، عدد المسلمين 50,850,000 مسلما. تنزانيا قارة أفريقيا، 50%، عدد المسلمين 29,810,000 مسلم. تشاد قارة أفريقيا، نسبة المسلمين 58%، عدد المسلمين 7,820,000. لبنان قارة آسيا ودولة عربية، نسبة المسلمين 59.7%، عدد المسلمين 3,700,000. بوركينا فاسو قارة أفريقيا، نسبة المسلمين 60.5%، عدد المسلمين 11,500,000. البوسنة والهرسك قارة أوروبا دولة إسلامية، نسبة المسلمين 60.6%، عدد المسلمين 2,100,000. ماليزيا قارة آسيا، نسبة المسلمين فيها 61.4%، عدد المسلمين 19,500,000. بروني دار السلام قارة آسيا، نسبة المسلمين 67%، عدد المسلمين 430,000. نيجيريا قارة أفريقيا، نسبة المسلمين 70%، عدد المسلمين 130,550,000. كازاخستان قارة آسيا، نسبة المسلمين 70.2%، عدد المسلمين 12,500,000. سيراليون قارة أفريقيا، نسبة المسلمين 71.5%، عدد المسلمين 4,170,000. الإمارات العربية المتحدة قارة آسيا ودولة عربية، نسبة المسلمين 76%، عدد المسلمين 7,070,000. قطر قارة آسيا ودولة عربية، نسبة المسلمين 77.5%، عدد المسلمين 1,940,000. ألبانيا قارة أوروبا، نسبة المسلمين فيها 79%، عدد المسلمين 2,320,000. جزر كوكوس، نسبة المسلمين 80%، عدد المسلمين 476,000. البحرين، نسبة المسلمين 85%، عدد المسلمين 940,000. الكويت دولة عربية، نسبة المسلمين 85%، عدد المسلمين 3,400,000. غينيا عدد المسلمين 9,500,000
20,000 نسبة المسلمين 85%. أندونيسيا عدد المسلمين 228 مليون نسبة المسلمين 88%. كرغستان نسبة المسلمين 88.8%، عدد المسلمين 4,920,000. سوريا نسبة المسلمين 90%، عدد المسلمين 15,480,000. بنغلاديش نسبة المسلمين 92%، عدد المسلمين 149 مليون. تركمانستان عدد المسلمين 4,830,000، نسبة المسلمين 93%. مالي عدد المسلمين 15,660,000، نسبة المسلمين 95%. مصر نسبة المسلمين 95%، عدد المسلمين 88,930,000. غامبيا نسبة المسلمين 95%، عدد المسلمين 1,890,000. كوسوفو نسبة المسلمين 95.5%، عدد المسلمين 1,500,000 تقريبا. السنغال نسبة المسلمين 95.9%، عدد المسلمين 14,500,000 تقريبا. الباكستان عدد المسلمين 195.5 مليون تقريبا، نسبة المسلمين 96%. أوزبكستان نسبة المسلمين 96.5%، عدد المسلمين 26,830,000. أذربيجان نسبة المسلمين 96.9%، عدد المسلمين 9,500,000. جيبوتي نسبة المسلمين 97%، عدد المسلمين 860,000. السودان نسبة المسلمين 97%، عدد المسلمين 40,840,000. الأردن نسبة المسلمين 97.2%، عدد المسلمين 2,970,000. فلسطين نسبة المسلمين 98%، عدد المسلمين 4,700,000. النيجر نسبة المسلمين 98%، عدد المسلمين 9,500,000. طاجكستان نسبة المسلمين 98%، عدد المسلمين 8,430,000. جزر القمر نسبة المسلمين 98.3%، عدد المسلمين 780,000. جزيرة الموت نسبة المسلمين 98.8%، عدد المسلمين 190,000. عمان نسبة المسلمين 99%، عدد المسلمين 4,360,000. ليبيا نسبة المسلمين 99%، عدد المسلمين 6,240,000. المغرب الأقصى نسبة المسلمين 99%، عدد المسلمين 34,350,000. العراق نسبة المسلمين 99%، عدد المسلمين 37,720,000. إيران نسبة المسلمين 99%، عدد المسلمين 78,710,000. الجزائر نسبة المسلمين 99.7%، عدد المسلمين 40,500,000 تقريبا. تونس نسبة المسلمين 99.8%، عدد المسلمين 11 مليون. تركيا عدد المسلمين 79 مليون، نسبة المسلمين 99.8%. جزر المالديف نسبة المسلمين 100%، عدد المسلمين 400,000. موريتانيا نسبة المسلمين 100%، عدد المسلمين 4,200,000. الصومال
نسبة المسلمين 100%، عدد المسلمين 11,100,000. اليمن نسبة المسلمين 100%، عدد المسلمين 27,500,000. المملكة العربية السعودية نسبة المسلمين 100%، عدد المسلمين 31,700,000. أفغانستان نسبة المسلمين 100%، عدد المسلمين 33,400,000.